استاذ حسين، خلال الايام الماضيه كان هناك ممكن حرب للتصريحات من باب الكهرباء وايضا من باب الاتحاد. البعض يلقب اللائمه على الاتحاد السلوي، والاتحاد السلوي ايضا اعتبر انه اداره الكهرباء ممكن كنتوا قاسين من قلتوا فاشله في بيانكم الاخير. يعني هي صارت قضيه معينه واضحه للجميع. نادي الكهرباء يعني صدر بيان، والاتحاد من حقه ايضا يصدر بيان للتوضيح، وهذه العمليه يعني واضحه، اعتقد ماكو اضافه بالموضوع. يعني استغربت له، ممكن دائما اتحاد السله من يصدر بيانات ممكن بها مسحه من الوسطيه، بس بهذا البيان ممكن كان هناك توصيف قوي مو بس للكهرباء، لعده انديه، ممكن مجلس انديه مدينه الصدر وايضا نادي الكرخ. طبعا الموضوع حقيقه كان بإساءة كبيره للاتحاد وظلم على شاكله انه ضربني وبكى وسبقنا واشتكى، يعني هاي العمليه. فحقيقه يؤخذ علينا انه الاتحاد، اقولها ليس من باب هذا، انه ناس مسالمين مؤدبين يحترمون هذا، بس بعض الاخرين مع الاسف يعني بدأوا يستغلون هاي الناحيه. يعني الاتحاد من يسوي كتب، اكثر من كتاب تاكيد، اكثر من كتاب هذا، من الانديه العراقيه كلها تدفع الغرامات، وهذا قرار انديه مو قرار اتحاد، ولا هو على الانديه، هو على مين الانديه بمثل هذا الموضوع في وقت سابق؟ هسه لا تحب تنزل وياي للمقر الاتحاد. في ضوء البيان طبعا سالت هذا السؤال. صح، وراويك كتب التأكيد كم كتاب احنا موجهين حول هالموضوع هذا. فهذا الموضوع يعني الموضوع ما يعني ما عندنا مشكلة يعني انه، اما تدخل بعض الاخوان احنا ما لنا علاقة نجيب اسماء مدينة الصدر او هذا، احنا كتوصيف انا قصدي اسماء اشخاص، اكو اشخاص دخلوا بالموضوع هم ما لهم علاقة بالموضوع وما فاهمين شنو الموضوع ولا يعرفون شنو اولياته. انا التدخل هو انا اشوف هذا الخطا يعني بالموضوع، الخطا الانسان اما يدخل يتدخل للخير او لحل المشاكل او يصنت افضل يعني، اما واحد يدخل بقضيه هو ما يعرف لا اولياتها ولا اواخرها، هذا مو صحيح، لان احنا حقيقه في وضع يعني الان. انتم هم كنتوا قاسيين حتى على هذا الموضوع، لان اعتبرت التكتلات تكتلات قبيحه. مو قلت لك يعني انسان يتدخل في ما لا يعنيه يتلقى ما لا يرضيه، يعني هاي واضحه الامور يعني.